قرأت کلام مجید مولانا حافظ بخاری رضوان قریشی صاحب خطیب مکہ مسجد کی آواز میں بزم طلبہ قدیم و محبہ نے جامع نظامیہ جدہ نے تعاون کیا ہے اور اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے سیما اسٹوڈیو اینڈ پروڈکشنز نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم
وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم.